السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. طبعا ده الفيديو الثاني. امبارح أنا كنت نزلت فيديو بداية رحلة عنتر. طبعا ده مش كلام فاضي ولا مضيعة للوقت، لا، الفيديو ده يعتبر سلسلة المجموعة دي كلها، يعني يعتبر رحلة عنتر دي قصة عنتر إن شاء الله، دي كلها تعتبر سلسلة. الخروف طبعا أصبح عليا غالي خالص، مش هبيعه أنا أصلا إن شاء الله بإذن الله، زي ما قلت في الفيديو امبارح مش هبيعه طول ما هو قاعد، طول ما أنا قاعد في مصر إن شاء الله مش هبيعه، إن شاء الله لحد ما هنبيعه لحم بإذن الله. بس السلسلة تعتبر ليها فايدة، تعتبر تجربة عملية، وإن كانت هي حالة فردية بس أنا بوريك برضك الحالة اللي توفرت عندي، هي الظروف اللي جابتها ربنا، القدر بإن أمه تموت، ربنا قدر وامه ماتت، فهي جت السلسله طبيعيه كده. فانا دلوقتي طبعا انا قلت امبارح دي يعتبر سلسله عمليه، بوريك ازاي تتعامل مع المولود الصغير اللي هو لسه معتمد اعتماد كلي على اللبن، ازاي هتتعامل معاه واحده واحده، وازاي هتعرف تطلعه باذن الله زي ما تكون امه معاه بالظبط. انا قلت امبارح ان انا هنزل السوق ان شاء الله ونجيب معزه فيها لبن عشان توفر اللبن. احنا قلنا برضعه لبن بقري، لبن بقري كامل الدسم، عشان في ناس سألت بترضع ايه، لبن كامل الدسم ولا خالي الدسم، لا لبن بقري كامل الدسم ولبن ممتاز درجة أولى، لأن في لبن محطوط عليه مية كتير، لا ده لبن كامل دسم وممتاز بقري. المهم عودناه على الببرونة قلنا، وكان بيرضع في اليوم حوالي كيلو، أو ما كانش بيشبع لسه، كان أول يوم يعتبر امبارح ورضع كيلو وما كانش شبعان لسه، لغايه دلوقتي انا بزود له بس واحده واحده، بس في نفس الوقت مش عاوز الخروف يتبهدل. طبعا النهارده انا قلت رايح اجيب معزه، رحت جبت المعزه دي، بس طبعا سبحان الله جيت رايح اجيب معزه ترضع عنتر، جبت المعزه ووراها خروف تاني. ده يعتبر ابن المعزه دي، مش ابنها طبعا، مولداه يعني مولفه عليه، هي بترضع المعزه دي بترضع الخروف ده. فطبعا بس الحمد لله فيها لبن بالزياده، لاحظ في بز واحد اللي بيرضع منه الخروف، هشوف ده دي تعتبر امه، هي بتوقف له وبترضعه لوحديها، ولفت عليه خلاص، دي بتولف عليه بس هي دلوقتي مش عاوزه توقف له يعني يرضع، لكن هو لو وقفت له زي ما شفنا ايه بيولف عليه وبيرضع لوحده يعني، بس هي خايفه مني عشان لسه جايه النهارده مش عاوزه ترضع، بس انا جايبها من السوق هي بتولف عليه وتخاف عليه، واي حد يقرب عليها بتنطحها. المهم لقيت فيها طبعا تقريبا ابنها بيرضع بز واحد بس، من جنب واحد فقط لا غير، بس المعزه خايفه بس لسه، تعالي لاحظ ترضع في بز واحد، البز الثاني يعتبر اشوف ده هيرضع، ممكن ادخل الثاني دلوقتي، تعال تعال يا عم تعال، هو لسه طبعا هو كده كده بترضعه، بس هو ده لسه ما اتعودش، ده لسه انا هوريك دلوقتي، شوف هو اتعود على الببرون، تعال تعال بص شوف دلوقتي، بس يمسك في الببرونه، شوف حتى التاني شكله كان متعود على الببرونه، يعني بندهله بيجي يجري، لاحظ طبعا هو اكيد، لكن هو دلوقتي ماسك فمه ده خلاص كده ما شاء الله بيمسك في الببرونه، طبعا الببرونه مليانه للاخر ما بتاخدش دقيقه واحده ان شاء الله، بس على فكره بيسيب الحاله مليئه اللبن دافي زياده شويه، شوف هاي المعزه اهي واقفاله بيرضع منها، معتبراها امه عادي، ولفت عليه عادي. ثانيه واحده يا عنتر عشان ناخد صوره بس كده، اسف كنا عايزين ناخد صوره عشان نحطها صوره البروفايل، بس هي لسه خايفه، ماشي مش مشكله، تعال 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 يا عم اهو كده، بس 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 النعاج، لسه النعاج البرق دي بتبقى نعاج غشيمه جبانه، بالذات لانها لسه جديد، بس حتى المعزه الجديده برضك غشيمه في النطح، ماشي ده كده عشان بس ما تضيعش وقت الفيديو،
بفيد هو كده خلاص هيخلص الرياضه دي في اقل من دقيقه. لسه طبعا لاحظ بطنه لسه برضك جعان شويه اخر النهار، المعزه فيها لبن. هوريك دلوقتي برضك، على فكره هو اتعود على الببرونه ومش متعود على الرضاعه من المعزه، بمسك له نعاج بيرضع من النعاج، بس المعزه لسه ريحتها ما اتعودش عليها. فدلوقتي هنوريك، انا مسكته قعدت حوالي معاه 10 دقايق ربع ساعه عشان امسكه، لان هي لما جت المعزه كان فيها جنب مليان لبن، الخروف ابنها بيرضع جنب واحد، فكده شويه تاني وان شاء الله المعزه دي هترضع الخروفين مع بعض باذن الله. ان شاء الله معزه كويسه وفيها لبن ان شاء الله كويس، وان شاء الله بس هي لسه ما خدتش على المكان، تقعد على المكان وتتعلف كويس وهتجيب باذن الله. بس يلا عنتر، يلا صفيها. كده يعتبر خلصها عنتر. بس يا عنتر تعال شوف معايا. طبعا دلوقتي هنوريك هو كده رضع معزه فيها جنب تاني. بس 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 تعال تعال. شوف طبعا كل ما بمسكها ابنها اللي بيدخل تحتي. تعالى خش 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 معانا تعال. بس هو ابنها بس نمسك اهو. بس كده بس اهدى. انا بس لا امسك تاني صحران. بس خدها اهو 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 يا عنتر اهو اهو. بس طبعا الصبح غلبني شويه لما قلت مازه لسه جايه كده هيرضع ان شاء الله. ها برضك هساعده باللبن البقري، لان انا عاوز ان شاء الله معدل تحويله كويس، عاوز احافظ عليه ان شاء الله. هصرف عليه شويه اول شهر مفيش مشكله، لحد بس ما ياكل في العلف كويس، لحد ما يمسك في العلف كويس. مسك في العلف كويس خلاص. شوف لاحظ هو كده في لبن اهو، لسه الضهر فيه لبن، بس هو كده يعتبر شبع وانا مش هزود عليه في اللبن. على فكره ابن المعزه دي بيرضع بياكل اصلا عمره حوالي شهر. شوف الحجم وان شاء الله شوف تبقى مع الفرق. بس طبعا انا الميزان مع الاسف مش موجود دلوقتي، كنت عاوزين لك الخروف عشان تشوف تتابع تحويل الخروف ده وتحويل الخروف ده. ان شاء الله هنزوره مره ثانيه باذن الله عشان تتابع معايا التحويل ده، والاثنين بيرضعوا من نفس المعزه. بس شوف الفرق بين ده وبين ده، يعتبر خروف عنده عمر شهر ابن المعزه اللي جاي مع المعزه. شوف الحجم الاثنين. انا عاوز بس 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 نعالج بس غشيمه شويه. تعال بص الاثنين، الاثنين اعتبروا في طول بعض اهو، بس طبعا فرق في الوزن في التخان في التخن، لكن فرق كبير في العمر. روح روح هناك، هو لسه عاوز، هو كده خلاص اخد عنك. بس هناخد صوره اللي هنا. في النهايه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصل لكل مواجد المفيد، واتبع معانا السلسله عشان تعرف عنتر هيوصل لحد فين، وشوف ان شاء الله معدل التحويل هيبقى ماشي ازاي. السلام. وطبعا لسه ان شاء الله هنتكلم، انا جايب نعاج والده، في نعاج والده وفي نعاج بطولها، عشان برضك هنعمل سلسله عمليه. انا لما اتكلمت على علف الامهات وازاي تعلف الامهات، وهي علف مقفول على فكره. القش اللي انا جايبه ده اللي فرده في الارض، ده اللي فرده تحتيهم ده بفلوس، الكيلو بجنيه تقريبا. انا طبعا مش في الارض، انا فوق السطح. اوريك الشارع، انا كده فوق السطح عشان الناس اللي بتقول بربي فوق السطح عادي ولا لا، بس بنفرش القش. فانا بوريك ازاي هنصرف وازاي تحسبها وازاي النعجه تصرف اقل صرف ممكن. هنتكلم ان شاء الله بعد كده في سلسله ازاي الامهات، يعني على علف الامهات عموما، يعني ازاي تعمل علفه باقل التكاليف الممكن، ازاي تربي امهات في مكان مغلق في مزرعه مغلقه باقل التكاليف من ناحيه التغذيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.